حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. أغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بلغ 69 سنتا ليصل إلى 77 دولارا و40 سنتا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 5 دولارات و12 سنتا. وأغلق خام البصرة المتوسط على ارتفاع بلغ 69 سنتا ليسجل أو ليصل إلى 75 دولارا و15 سنتا، وسجل أيضا خسائر أسبوعية بلغت 6 دولارات و5 سنتات. وانخفضت أسعار النفط العالمي بعد تسجيلها السابع خسارة أسبوعية على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر أسبوعية في نحو 5 سنوات، وذلك بفعل مخاوف زيادة المعروض. تتجه أسعار النفط للتراجع للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة أو من الانخفاضات الأسبوعية منذ 5 سنوات، على وقع مخاوف بشأن فائض العرض وضعف الطلب الصيني. ونقلت رويترز عن شركة بي في أم للوساطة في النفط أن موقف أوبك بلس الضعيف في تقديم الدعم لأسعار الخام إلى جانب الإنتاج الأمريكي القياسي المرتفع وتباطؤ واردات الصين من النفط لا يمكن أن يعني إلا شيئا واحدا، وهو أن ثمة وفرة في النفط المتاح، وهو ما ينعكس على تراجع الأسعار. أعلنت الهيئة العامة للجمارك تصدير منتجات عراقية عبر مركز جمرك صفوان الحدودي بمحافظة البصرة في جنوب البلاد. وقالت الهيئة إن إرساليات منتجات وطنية من مادة الدبس السكري بعدد 3 شحنات أو شاحنات من إنتاج مصنع ومزرعة قصب السكر في محافظة ميسان قد تم تصديرها إلى الجانب الكويتي بعد إكمال الإجراءات القانونية لتصديرها. قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزال إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي. ويرى صندوق النقد أن زيادة التمويل أمر أساسي، إذ تواجه مصر صعوبات اقتصادية من جراء تداعيات الحرب التي تشنها قوة الاحتلال على قطاع غزة، وذلك في إطار برنامج أو بإطار برنامج متفق عليه مع الصندوق لحصول مصر على 3 مليارات دولار. أثبتت مقاطعة ستاربكس قوة التأثير الذي يمكن أن تحدثه الاحتجاجات الاقتصادية، حيث باتت الشركة تلهث خلف الزبائن بالعروضات وخفض الأسعار. يأتي ذلك بعدما خسرت شركة القهوة العالمية مليارات الدولارات بسبب حملة المقاطعة التي تستهدفها على خلفية مواقفها الداعمة للاحتلال الصهيوني وتجاهلها لمآسي أهالي غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية، حيث واصلت أسهم الشركة انخفاضها ليسجل السهم الواحد أقل من 97 دولاراً. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.